صباح الخير يا بوني. في اي تعليق على البث امبارح؟ اي حاجه من مصر ولا اي حاجه؟ لا يا بوني. صباح الخير، تعيشوا وتصالوا. امسك يا رب ايدي زي بطرس زمان، لما قرب يغرق مسكت ايدي بحنان ورفعته وسط الموج واديت سلام وامان. ورفعته وسط سلام وأمان، وأنا زيه يا ربي امسك، وأنا زيه يا ربي امسك إيدي كمان. الموج عليا اخطف قلبي من الريح يا رب شديدة وخايف نفسي، والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني، والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني. قل الموج صدرك، قل الموج يهدى وفي صدرك احضني. ادخل يا رب سفينتي املك حياتي تمام، وطرد مني الخوف داوي كل الالم، واسكن جوا قلبي واملا بالسلام، قلبي واملا بالسلام. ابدا سيبني لوحدي امشي وسط الايام، دن ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام. ايماني يا رب ضعيف في الايمان، وان يوم انا شكت فيك او تهت في اي مكان، ده انت يا رب ابويا قلبك، تاني ليك اعيش طول الزمان، جعني تاني ليك أعيش طول الزمن. وفي الأبدية يا ربي أتمنى أكون معاك،
نازلي هناك مكان علشان أكون مكان ضعفاتي مالي يا رب سواك مهما كانت انت تستر عليا وتفرح تستر عليا وتفرحني برؤيا سؤال بيقول ايه الفرق بين العذارى الحكيمات والجاهلات بمقاييس 2023؟ هي مقاييس ما بتختلفش كتير، هي ببساطة الفرق كان في الزيت اللي في الأواني. يعني العذارى كلهم شكلهم كويس من بر وكانوا منتظرين مجيء العريس، الحكيمات أخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن، الجاهلات لم يأخذن زيتا. الآباء قالوا كذا تفسير، قالوا الزيت إشارة للروح القدس، ففي ناس مليانة بالروح يعني قريبة من ربنا بجد، في تقوى في حب، وفي ناس منظر من بره بس، منظر تدين لكن ما فيهوش روحانية حقيقية، ما فيش زيت الروح القدس. قالوا كمان الزيت إشارة لعمل المحبة، إن الحكيمات كانوا مخزنين أعمال رحمة كتير، والأعمال الرحمة دي جهزتهم للسماء. الجاهلات اكتفينا إن هم متدينات بس. برضو تقال إنه زيت العذارى الحكيمات مقصود به السهر الروحي أو التعب أو الجهاد، لأن آخر النص ده ربنا يسوع بيقول لذلك أقول لكم اسهروا، وكأن الحكيمات كانوا سهرانين. السهر هنا بمعنى أن الواحد بيقضي وقت مع ربنا لوحده، مش كل علاقته مع ربنا قدام الناس، في حاجة بينه وبين ربنا محدش شايف. فإن كان السهر أو عمل المحبة كل ده بيوصل إلى الامتلاء بالروح القدس. سؤال تاني بيقول مين هم 144,000 الأطهار اللي بيرنموا ترنيمة جديدة؟ دي هتلاقوها في رؤية 14، وكل الأرقام اللي جاية في الرؤية بناخدها بشكل رمزي، و144 هي 12 في 12، وال12 مقصود بيها دايما عدد التلاميذ أو عدد الأصباط. فكأن عدد المؤمنين على مدى التاريخ مضروب في فاكتور يعني 1000 كده، كل دول هيسبحوا في السماء يرنموا ترنيمة جديدة. فقال لم يستطع أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض ولم يتنجسوا. اشتروا من الأرض يعني دول مؤمنين بالمسيح، متغطيين بدم المسيح، مختلفين عن بقية الناس، ولم يتنجسوا يعني عاشوا حياة نقية. يبقى هنا تنطبق على كل المؤمنين، أو بالأخص اللي عاشوا حياة مقدسة. بعض الآباء ربطوها بالبتوليين عموما، لكن هي ممكن تبقى مجازا كل المؤمنين. المشاكل الأسرية تكررت كثيرا في هذه الأيام، عادة بيتعاطفوا مع الزوجة، بصوا ما فيش مشاكل زوجية من نوع واحد، في كل أنواع المشاكل. يعني أحيانا يبقى الزوج هو اللي صعب، وأحيانا تبقى الزوجة، وعادة الاتنين مخطئين بدرجة عادة.
والحل دايما هو الروحانية. لما الناس تقرب من ربنا بيبقى عندهم الوداعة بتاعت المسيح، قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم. الوداعة دي فضيلة جواها الاحترام وطول البال والأدب والذوق في التعامل والاهتمام بالآخر، تشجيع المستمر، كل الصفات دي تخلي البيت سهل، البيت يمشي حلو. لكن العصبية، الأنانية، كل دي حاجات غير مسيحية. المادية الزيادة، التفكير في الفلوس بزيادة، الطمع، إرضاء الأهل على حساب البارتنر، يعني كل دي أخطاء غريبة عن فكرنا المسيحي. فاللي بيقربوا من ربنا بصدق بيوتهم بتبقى جميلة، حياتهم مستقرة. وعشان كده أتمنى لما نربي أولادنا ربيهم مسيحيين حلوين عشان يدخلوا السماء، وعشان لما يرتبطوا يعيشوا جوازات هادية. لأن احنا بنشوف شباب بعيد عن ربنا لما بيتجوز احتمال ان بيته ما يعمرش، احتمال كبير، ما هي باينة في شخصيته اذا كان بعيد عن المسيح هو او هي. يعني طب ما هو اول زعلة هيخرب الدنيا، لان ما عندوش تسامح، ما عندوش تواضع. لكن لو في مبادئ مسيحية مش هتوصل للخراب ابدا. وللأسف البعض بيلوم الكهنة. طب ما الكهنة يعملوا ايه؟ ما هو الكهنة ما يقدروش يجبروا الناس. احنا نعلم ونصلي ونشجع ونحاول مع الكل، لكن في الاخر القرار يخص كل شخص. وكلكم عارفين ان الانجيل قال ما جمعه الله لا يفرق انسان. فالانسان اللي بيفرق ده بيقف قدام ربنا مدان، بيتحدى ارادة الله. وللأسف العلوم النفسية الحديثة أحياناً بتبقى عاوزة تريح الناس على حساب المبادئ المسيحية. يعني لما حد يروح لكونسلر تعبان في جوازه يقولوا له عليك بإيه؟ ما تسيبك من الجوازة دي. وهم مش خسرانين حاجة، لأن دي دنيا بتقول كده، لكن الإنجيل بيقول غير كده. فحتى العلوم النفسية لازم نتعامل معها بحكمة، لأنه طبيعي لازم يريح الزبون يعني، لكن احنا عاوزين نريح في الآخر ربنا اللي خلقنا ودانا النعمة. بعض الأهالي بيسيبوا الأطفال في الكنيسة كأنها حضانة. أتمنى يا أحبائي أن الصلاة تبقى في هدوء دايما، ودي مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات ومسؤولية الكهنة والشمامسة. ما يصحش أبدا طفل يبقى بيزن وسايبينه يزن في الكنيسة أو يجري ويزعق في الكنيسة. طب ما هي الناس مش هتعرف تصلي، يعني الكنيسة مش معمولة لكده. تبقى الأم جنب الباب، أو ما الطفل يعني يبقى مش مرتاح تاخده وتطلع شوية. لكن أنا بستغرب في أمهات تبقى يعني رايقة زيادة، يعيط زي ما يعيط لغاية ما الكنيسة كلها تعيط يعني، وهي ما عندهاش مشاكل. طبعا الحياة دي مسؤولية قدام ربنا. احترام الصلاة يدعونا دايما للاحتفاظ بالهدوء والخشوع. إيه الفرق بين التجربة البشرية والتجربة من ربنا؟ هي هي على فكرة. يعني كلمة لم تصيبكم تجربة إلا بشرية مقصود بيها على مستوى البشر، بمعنى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. لكن كلمة تجربة جاية في يعقوب واحد، مرة بمعنى ترايل ومرة بمعنى temptation. إذا كانت trial أو test معناها فيها ألم، فيها وجع، فيها خسارة، ودي قال احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم اللي هو موضوع المؤتمر
ينشئ الصبر والصبر يكون له عمل تام. وابتدى يوصف ازاي الواحد يجاهد في التجارب، يبقى عنده إيمان ويطلب حكمة ويحتفظ باتضاعه ويتزكى. يعني إيه؟ يحتمل التجربة فيتزكى أمام الله. بعدين لما في ناس بتنسب الخطية ربنا، ألا يقل أحد إذا جرب تمتد، أني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. يعني ما حدش يغلط ويجيب الغلط في ربنا. يبقى في فرق بين التمتيشن والترايل. لما يجي لك امتحان أو تست أو خسارة من ربنا من أجل خلاصك، زي ما حكينا امبارح، هتستفيد منها صلاة وإيمان وحكمة وتواضع وتبقى جاهز للسماء. إنما لما تغلط ما تقولش الغلط ربنا مسؤول عنه، لا تضله، ده اللي قاله القديس يعقوب: كل عطية صالحة، كل موهبة تامة من عند أبي الأنوار نازلة من فوق. يعني الحاجة الحلوة بس نقول جاية من ربنا، لكن الخطية ما نقولش جاية من ربنا. كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يبقى الخطايا ده دورنا احنا كبشر لما نتعامل مع الشيطان، إنما التجارب تأتي من يد الله حتى لأولاده من أجل خلاصه. توجد جهات بتجمع أموال بتخدم في السودان، بيقولوا بيشتركوا في مشاريع أبونا داود. لا معلش، مع احترامي أنا مش مفوض حد إنه يجمع. طبعا أنا بحب خدمة السودان ولينا فيها رب يعني خدمة. ربنا يعين سيدنا أنبا إيليا وأنبا سربامون على الأيام الصعبة اللي احنا فيها، دول قديسين. و يعني أتمنى أنه أي تبرعات تبقى في إيدين الأباء الكهنة أو في المؤسسة بتاعتنا في أستراليا اسمها Thanksgiving، وهتلاقي الخدام في المكتبة للي يحب يتبرع وممكن يقول أنه عاوز الجزء ده يوصل للسودان، وبنوصل كل حاجة للمسؤولين. لكن فكرة واحد يقول أنا بجمع بس، مع احترامنا للأسف حصل في مصر أكتر من سرقة، إن ناس اتكلمت بلسنة وخدت الفلوس فيعني خلينا حكماء، خلينا حكماء نتعامل مع جهات موثقة يعني أو معروفة. ففي المؤسسة بتاع Thanksgiving هي المسؤولة دلوقتي، أو إيدين الأباء الكهنة كلهم إحنا أخوات في بعض بيوصلوا أو ضعفي مباشرة. سؤال كمان، معلش، المشاكل الزوجية لازم ترجعوا لأباء الاعتراف. واحد عاوز إثبات أن العذراء لم تنجب بعد السيد المسيح. بص حبيبي، في إثباتات منطقية من الإنجيل غير شهادة التاريخ. يعني بتولية العذراء ذكروها أباء الكنيسة الأوائل وكرموها وقالوا العذراء بتول قبل وبعد الحبل الإلهي، قبل ولادة المسيح وبعد ولادة المسيح بشكل معجزي. من ضمن الأدلة اللي بنستخدمها في الإقناع إن لو العذراء عندها عيال تاني، ليه المسيح على صليبه قال لي يوحنا الحبيب هو ذا أمك؟ يوحنا مش ابن العذراء، يعني يوحنا الحبيب من عيلة تاني، لكن لأن العذراء ملهاش حد. ولقب إخوتك كل أباء الكنيسة فهموه أنه مرتبط بمريم الأخرى، حسب التقليد مريم الأخرى دي أخت العذراء. أخت العذراء تزوجت واحد اسمه كلوبة أو حلفة وجابت أولاد، ومنهم اتنين من تلاميذ المسيح، يعقوب ابن حلفة ويهوذا أخوه اللي كتبوا رسالة يعقوب ويهوذا.
فدول الملقبين بإخوته، وده لقب طبيعي الكتاب المقدس يتعامل مع الكازنز عموما على أنهم إخوات. واتسك قلت مبارح أننا نبدأ في طريق الكرازة ونشهد للمسيح، إزاي نقدر نعمل كده مع أولادنا ونشجعهم خصوصا في موضوعات شائكة زي الجندر وال... بص يا جماعة، الموضوع ده بالذات يحتاج منكم كبيوت وكنايس نعمل توعية جديدة قوي لأولادنا بدري، عشان لما يتعرضوا في المدارس أو في السوشيال ميديا لكلام مختلف نبقى احنا سبقنا وعلمناهم الصح. ربنا خلق ولد وخلق بنت، وأن كل ولد فخور أنه بوي، وأن كل بنت فخور أنها جيل، والولد هيبقى مان وهيبقى هزبند، والبنت هتبقى وومن وهي اللي هتجيب أولاد. الكلام ده لما يتقال في الطفولة بدري ويتقال من بابا وماما ويتقال زيه في الكنيسة، لما يجي كلام مختلف بعد كده هيبقى عندهم هم ريجكشن للكلام ده. لكن لما يبقوا أول إكسبوجر ليهم اللي بيتقال في المدرسة أو في السوشيال ميديا بيتلخبطوا، طب إحنا ليه ما حكيناش في الحاجات دي من بدري؟ إحنا لازم نوعي ولادنا، لأنه ده طيارات صعبة. بتفكرني في روسيا لما جت الشيوعية في أشد صورها، كانت بتعلم في المدارس من ابتدائي مفيش حاجة اسمها ربنا، وبشكل ناشف وعنيف. إيه اللي قلب الشيوعية في روسيا؟ إن الجدات، يقولوا الجدات في البيوت، كانت الطفل قبل ما يدخل المدرسة تفضل تحفظه قانون الإيمان وتعلمه يصلي ويمسك شمعة ويحفظ أبانا الذي، ويعرف في ربنا، وتقول له مش لازم تقول في المدرسة حاجة. لكن لما يبقى الطفل اتحفر جواه ده مهما قاله في المدرسة يسمع ويطنش يعني. وبعد شوية كل ده انتهى، انهارت الشيوعية ورجعت المسيحية في روسيا بعد فترة 70 سنة من الاضطهاد والعذاب، يعتقد ان راح فيها ملايين من الشهداء. 70 سنة بتوع الشيوعية دول راحوا ملايين من الشهداء المسيحيين في روسيا. لكن اللي أبقى عليها التربية، اللي أبقى على المسيحية ورجعها بقوة البيوت. فالبيوت دلوقتي مهم، دورها مهم جدا. ما تكتفوش بالكنيسة بس، ولازم تتعاملوا مع السكرينز عموما، يعني الطفل ما يتعرضش لأي سوشيال ميديا من بدري. لازم تبقوا مراقبين ولادكم بيتفرجوا على ايه من بدري. طيب، عشان برضو احنا ماشيين في سلسلة اسمها امتحان الإيمان، وأيضا سلسلة كمان يعني صغيرة على الماشي كده اسمها معطلات الكرازة. زي ما قلت لكم بارح، أنا بتمنى أن كل المسيحيين في العالم كله يبقوا كارزين، لأن المسيح قال لنا كده: أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. لكن أغلب المسيحيين يعني ما لهمش رسالة قوي للأسف، عاوزين يعملوا فلوس وعاوزين يربوا العيال وعاوزين يتفادوا المشاكل. وربنا يسوع ما خلقناش لكده، قال اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع، علموهم جميع ما أوصيتكم به. الدور ده للأسف مش بنعمله، وقلنا أن في أسباب كتير لو أنتوا فاكرين. كل سبب بنعرف المعوق نفسه وأسبابه والعواقب وطرق التغلب على العقبة دي، وبعدين لما نغلب الأوبستكل دي النتيجة هتبقى ايه. دول العشر معطلات الأساسية للكرازة في شعبنا. كل كلمة من دول بتعطل الكرازة. نحن خايفين نكرز، أو في نوع من الهوستيليتي أو العداوة أو المقاومة، أو في كسل سطحية، أو إن إحنا متقبلين إن كل واحد مختلف بشكل كده كأن الحقيقة تايهة. من الأسباب
أو المعوقات كمان، إن في ناس عندها لا مبالاة روحية أو جهل برسالتها أو الباريرز الثقافية أو الناس مشغولة زيادة فناسية ربنا عاوز منها إيه، أو غرقانين في خطية مشغولين بيها. أكلمكم عن عيب الكسل. الكسل بيضيع الناس يا أحبائي، الكسل كفيل إنه يطلع الناس من الفردوس، والكسل من معطلات الكرازة. بمعنى الكسل تعريفه إن مفيش دافع أو جهد للمشاركة في الكرازة. يعني بتسمع إن في ناس بتتكلم عن المسيح أو بتعمل خير أو مشغولة بالخدمة وبتتفرج عليهم وما بتعملش أي دور، وده معناه إن الناس ما عندهاش الباشن أو الحماس إنها تشارك المسيح اللي هو عمله، ويبقوا دايما فكرة الراحة شغلاهم. الكسلان دايما بيفكر هياكل إمتى وهياكل إيه وهينام إمتى وهيتفسح، وده دماغه رايحة في الموضوعات. طب والسماء والصليب ودم المسيح والناس اللي بتهلك والعالم اللي عمال الشيطان يلخبط فيه، ملناش دعوة. فطبعا الكسل ده عدو لدود للكرازة. في آيات تخوف زي Lady hands make for poverty، العامل بيد الرخوة يفتقر. poverty هنا ممكن تبقى في الروحيات، يعني الكسلان يفضل طول عمره فقير روحيا. فقير روحي يعني ايه؟ يعني ما عندوش حرارة روحية، ولا عنده حماس، ولا عنده رسالة، ولا له لازمة، ولا له قيمة، لأنه lazy hand. آية تانية تقول المتراخي في عمله هو أخو المسرف. Brother to him who is a great destroyer. يعني الكسلان ده بيكسر في الكنيسة، بيجيب نتيجة عكسية. آية كمان تقول بالكسل الكثير يهبط السقف. تعرفين البيوت القديمة السقف يقع لأنه كسلانين، يعني يحطوا له عروق خشب ويجددوه كل شوية فتتطربق الدنيا. والكسلان ده ممكن واحد كسلان بيته يخرب، مراته تزهق من كسله وعياله يبصوا له كده بعدم احترام. فالكسل عموما يوقع أي بيت، وده يوقع كنيسة لما يكون الشعب كسلان ومش عاوز يشهد للمسيح، كنيسة تنكمش. بينما الكنيسة الأولى كانت نشيطة، فكل واحد بيكلم عن المسيح والكنيسة بتكبر بسرعة أوي. الأسباب إيه؟ ببساطة غياب الدافع. يعني اللي مش شايف السماء قدامه بيبقى كسلان، لكن اللي عارف إنه كام يوم وهيقف قدام المسيح وربنا هيسأله جبت مين معاك، عرفت مين اسمي، وصلت الرسالة لمين، ما أنا قايل لك نور وحطيت النور جواك، ليه ما عملتش دورك، مش هيبقى عنده إجابة. لكن إذا كان عنده دافع أنه يفرح ربنا وأنه يشارك الكنيسة دورها بتفرق. من الأسباب كمان الخوف. الخواف كسلان أو هربان، واحد يخاف أنه يترفض من اللي حواليه أو ينقضوه. في واحد لما يتكلم عن ربنا أو ينشغل بالخدمة يبصوا له بصة كده، أنت مدروش، أنت مزيت، كلام في مصر معرفش عندكم ولا لا، لكن الحقيقة ده كلام يشرف، يعني مش كلام وحش. هو اللي يبقى بيعمل اللي ربنا عاوزه يبقى غلطان، لكن في ناس بتخاف لدرجة تفضل سلبية كده. سبب آخر عدم الثقة بالنفس، إن كتير من المسيحيين ما عندهمش ثقة بإيمانهم، ما عندهمش ثقة بنفسهم إن هم يقدروا يكلموا عن إلههم، رغم إن إلهنا حقيقي. وإلهنا يعني وأنت بتتكلم عنه تبقى فخور، لأن ربنا طيب بتاعنا، ربنا أب، ربنا قادر، ربنا بيحبنا.
لدرجة الصليب، ربنا قام من الموت، ربنا وعد بالحياة الأبدية. فأنت you are proud of your message، يعني مفروض كده، لأن غيرنا بيقول كلام مختلف وبرضه بيبقى واثق من نفسه رغم أن اللي بيقوله ده ما يدخلش الدماغ ومش مقنع. من أسباب الكسل أن الواحد يبقى عايش دايما لنفسه، لجسده، لراحته، لمزاجه، وشايف الناس بتضيع وبتموت وبتهلك وهو كيرلس، ما عندوش إحساس بالمسؤولية على غيره، اللي يموت يموت واللي يضيع يضيع. كل دي أسباب تخلي الواحد inactive. النتيجة أن فرص كتيرة بتروح علينا، يعني حواليكوا جيران وحواليكوا أصدقاء وفي الأشغال، الناس دي كان ممكن تعرف المسيح، بس إحنا كسلنا نتكلم أو خوفنا نتكلم أو يعني اشترينا دماغنا فقلنا ما فيش داعي، وهم كانوا محتاجين يعرفوا المسيح، بس إحنا اللي في حاجات جوانا عطلتنا يعني. طبعا الكنيسة بدل ما تجري تنتشر بتقل، لأنه خلي بالكم حتى أولادنا هيسيبوا الكنيسة لو إحنا مش مقتنعين بإيماننا، لكن وإحنا مقتنعين وبنتكلم عن إيماننا أولادنا يشربوا ده يطلعوا proud of being Christian يعني، ويقدروا بالconfidence دي يتكلموا عن المسيح ويبقى لهم دور. هنبقى كلنا لو بطلنا نكرز كسرنا وصية غالية اسمها اذهبوا وكرزوا، كسرنا وصية لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، يضعونه على المنارة فليضئ نوركم، مش دي وصية؟ روحوا نوروا. لكن الوصية دي ناس كتيرة بتتجاهل. عشان نغلب الكسل في تعبير جميل يقوله القديس بولس، كل اللي تعملوه اعملوه من القلب. يعني ايه؟ اللي يحب ربنا من قلبه ويحب السماء من قلبه هتبقى فكرة الخدمة والكرازة طالعة من قلبه، فالحكاية مش هتبقى واجب عليه تقيل على قلبه، لا دي طالعة من قلبه. يعني تصوروا معايا ناس رايحة فسحة فصحية بدري عشان رايحة تتفسح، ليه؟ لأنها excited بالفكرة، فرحانين بالفسح. وفي واحد بقى كسلان يتقلب في سريره لأنه وراه شغله ومش عاوز يروح شغله عشان مش بيحب شغله. يبقى الحاجة اللي تطلع من القلب تغلب الكسل. كمان فكرة احنا مطالبين مش نعرف بس ربنا عاوز ايه، نعمل اللي ربنا عاوزه. فربنا قال من يعترف بي قدام الناس اعترف بي قدام ملائكة أبي في السماء. طب احنا ليه مش بنعترف بالمسيح؟ وحياتنا كلها مرتبطة بالشهادة للمسيح. النهاردة العالم كله أصبح ضد المسيح، طب إحنا هنمشي مع أنهي خط؟ مع المسيح ولا ضده؟ إذا كنا مع المسيح هدله. من طرق التغلب على الكسل الوصية اللي بيقولها الكتاب، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. الشخص السخن في قلبه ما يعرفش يكسل، ما يعرفش، لكن البارد في قلبه المطفي تلاقيه كيرلس كده وليزي ومش عاوز يعمل حاجة. وده الفرق بين الحاكمات والجاهلات بالمناسبة. الحاكمات سخنين عندهم زيت منورين على طول، لكن الجاهلات مكتفين بمنظرهم وخلاص. نحتاج ان احنا نعمل مجهود شوية ان الواحد يسمع ويقرأ اكتر عشان يبقى confident وهو بيتكلم عن ربنا. نحتاج ساعات ان يبقى في اهداف محددة ان انا اكلم مين اعمل ايه بالضبط، وده بيساعد الواحد يتحرك لقدام. على الاقل في دور اسمه الصلاة. لما تكون في مجتمع واللي حواليك ما يعرفوش ربنا، مش دول بني ادمين ممكن يهلكوا وممكن يخلصوا، طب صلي لهم على الأقل، صلي لهم أو صلي لنفسك ربنا يفتح لك باب تتكلم وتشهد عن ربنا.
لما الواحد يفكر نفسه بحساب الوكالة، إنه هيجي اليوم يقف قدام ربنا يقدم حساب عن حياته، وأهم بند في الحساب أنت عملت إيه لحساب الملكوت؟ كسبت مين؟ ولا ضيعت مين من السماء؟ ما هي كسبت يا ضيعت، لأن أنتوا عارفين فكرة الفروتس أو الثمر هي أساس دخولنا السماء. إحنا في أسبوع الألام لقينا الشجرة اللي ما كانش فيها فروتس خدت لعنة، وقال النهاردة الصبح في القداس كل ما مش يعني في صلاة التالتة على الأقل، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني يبقى موضوع الثمر ده أساسي، المكسب يعني الريزلتس اوف يور لايف فروتس. طب هل في حياتك في فروتس ولا ما فيش؟ من طرق التغلب على الكسل ان الواحد يتعلم شويه مهارات، وده كله موجود على فكره، وهقول لكم دلوقتي ممكن دراسه تدخلوها اونلاين كلكم وتتعلموا الابروتشز، يعني ازاي تتكلم مع واحد نون بليفر، ازاي تنكشه. ومش لازم تبقى ثيولوجين يعني او دارس بقى وكليريكي، لا مش لازم خالص، موضوع ابسط من كده. لان ديكوا شايفين الناس بتمشي وراء طيارات بشكل سطحي وحاجات غريبه بيعملوها وبيقتنعوا بيها، واحنا كملامنا المقنع بنكسف نقوله او كسلانين نقوله. النتيجة بقى لو احنا طلعنا من الكسل ده والسلبية دي، الحقيقة نفاجأ ان ناس كتير عندها استعداد تعرف ربنا، ناس كتير قوي بتدور على الحقيقة على عكس توقعاتنا، وفي ناس بتسبقنا، يعني اول ما بيعرفوا السكة بياخدوها جاري وبيكسفونا. كمان النمو الشخصي، يعني ايه؟ انت نفسك لما يبقى عندك رسالة انك تنقذ ناس، هتلاقي نفسك انت تقدمت روحيا، ازداد تلاقي نفسك ازددت في معرفة الإنجيل وبقيت أقوى روحيا. كمان نعلي شوية لو سمحت. النتيجة النهائية أن الكنيسة كلها هتتقدم لما يكون كلنا شخصيات أكتف، هنلاحظ أن الكنيسة كلها بتجري لقدام، وبالتالي الكنيسة تكبر مش في المباني، الطبيعي أنها تكبر في العدد. ده اللي قاله سفر الأعمال، تزداد في العدد كل يوم وفي الإيمان، وده هدف المسيح له المجد، الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. احنا بنعمة ربنا عندنا معهد، أول معهد للكرازة، وكان في حفل التخرج لخريجين أول ثلاث دفعات. سيدنا البابا بنفسه الحقيقة اهتم يوزع عليهم الجوائز. أفرجكم على المعهد عشان أنا سعيد طبعا أن أنا أشترك وياكم وأشهد يوم جميل كده. نعاني من نقص عدد الكارزين، الكارز اللي بيحب أن يروح مجتمع مختلف عنه تماما ويخدم فيه. فرحانين قوي لأن سيدنا داعم حقيقي للكرازة، لسه في الأول، طموحات كثيرة والأحلام كثيرة. 2013 كحلم بتساهموا في تأسيس معهد قوي اسمه معهد القديس بولس لدراسات الخدمة للكرازة، حاجة عظيمة جدا. سعيد بأن احنا كنيستنا القبطية يكون فيها معهد اسمه معهد الكرازة، سعيد باهتمام الأباء الكهنة كلهم، بلا شك بيسري كنيستنا.
وسعيد بالإشادة اللي انتوا قدمتوها على المواد اللي بتدرسوها. أمتع مادة اللي احنا درسناها هي مادة الدوغماتكس. لازم في البداية نفهم ان معرفتنا عن الله هي معرفة إعلانية. النقلة اللي بتتنقلها الكنيسة عن طريق معهد سبيمس نقلة غير مسبوقة. رسائل القديس بولس دي حاجة كبيرة قوي في الكتاب المقدس، وهي مرجع أساسي لاستيعاب العقيدة المسيحية. وبعد كده جي قدس أبونا لوقا ماهر عشان يدينا الأبولوجيتكس، مادة الأصل، إن الكون والحياة اللي جواه جت نتيجة ظروف طبيعية كانت موجودة وعوامل فيزيائية دون الاحتياج لوجود إله، عشان نعرف نواجه التشكيكات اللي بتواجه طرازتنا وبتواجه شبابنا في كل مكان. عايز أقول لكم إن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية فيها أيقونة، هي كل أسرة عايشة جوا الكنيسة، هي جمال الكنيسة، وفيها جوهرة وفيها منارة، والمنارة معناها إشعاع للنور، ودول على مدى التاريخ. وعشان كده أنا سعيد إن يبقى في أباء بيدرسوا في المعهد. نشجع كل أسرة إن من ولادها أو هي الأسرة الأب أو الأم الأبناء أو البنات للدراسة في المعهد ده. ببساطة اللي عاوز ياخد المعهد اسمه سبيمز، you can google سبيمز أو تكتب كوبتك دوم أو الكيو آر كود وتعمل